الآن وعلى مستوى العالم وفي كل مكان نسمع أخباراً تثير الرعب بشأن تفشي فيروس كورونا، بعد أن أصبحت حدود الصين غير مانعة لهذا الفيروس القاتل لتنتقل بؤرة الفيروس من ووهان إلى مدن العالم. تصبح مدينة دايغو الكورية الجنوبية ثاني أكبر بؤرة لهذا الوباء القاتل بعد ارتفاع حالات الوفيات إلى 7 حالات. ولكن عندما نتجه إلى أوروبا نجدها أمام كارثة. الفيروس تخطى حدود مدينة كودينيو الإيطالية إلى مدن أخرى، لتعلن السلطات الإيطالية إغلاق 11 مدينة، وذلك بعد اكتشاف عشرات الإصابات، لتصبح إيطاليا هي الأخرى بؤرة للفيروس في أوروبا. ماذا عن الشرق الأوسط؟ هنا تكمن الكارثة فعلا. القصة بدأت قبل الانتخابات البرلمانية الإيرانية. بشكل مقتضب بدأ الشارع الإيراني الحديث عن وقوع إصابات في مدينة قم، لكن يبدو أن النظام الإيراني كان شغله الشاغل هو الانتخابات، فأخفى حقيقة ما يحدث حتى الانتهاء من الاقتراع لأهداف سياسية. بل وصف خامنئي من يتحدثون عن تفشي الفيروس بأعداء إيران، لكن النظام الملالي لم يجد مفرا من الإعلان عن تفشي الفيروس وإعلان وفاة عشرات الأشخاص لتصبح إيران هي بؤرة الفيروس في الشرق الأوسط. الدول القريبة من إيران أعربت عن أو أعلنت حالة الطوارئ، منها الكويت والتي اضطرت إلى إجلاء رعاياها من مدينة مشهد الإيرانية. لكن خلال إجلاء مواطنيها ظل البعض عالقا في مطار مشهد، والسبب نتعرف عليه من خلال هذا الفيديو لنشاهد. طيارات واصلة معها طاقم طبي، طاقم الطبي حضرته رافض ينزل مشهد يفحصوا الركاب، والكابتن رافض يدخل الركاب بدون فحص طبي، تزاعله والاثنين ورجعوا الكويت، واحنا ظلينا عالقين. هل يعقل؟ مهزلة والله العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله. اطفال رضع كبار مرضى، طاقم السفارة يقول انا ما اقدر اسوي لكم شيء. صاحبة الفيديو كانت تتحدث عن أن الفريق الطبي المصاحب للطائرة الكويتية رفض النزول لفحص الركاب، لكن الخطوط الجوية الكويتية علقت على هذه الواقعة لتكشف عن ملابساتها. في تغريدة لها على تويتر قالت إن السلطات الصحية الإيرانية هي من طلبت تولي مهمة فحص الركاب قبل صعودهم الطائرة، ليعلن الدكتور عبدالله السند المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية بعد ذلك عن وصول 6 رحلات تقل كويتيين قادمين من إيران. لكن الكارثة هي وجود 3 حالات مؤكدة ومصابة بفيروس كورونا، وكأن الفحص الطبي الذي أجرته إيران للكويتيين قبل عودتهم إلى بلدهم لم يكن ولم يتم من الأساس. وزارة الصحة السعودية هي الأخرى أعلنت أن أحد هذه الحالات هو سعودي قادم من إيران، وأكدت الوزارة أنها تنسق مع نظيرتها الكويتية لعلاج المواطن السعودي المتواجد حالياً في الكويت. وزارة الصحة البحرينية أيضا أعلنت تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وفق ما أوردت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية. وقالت الصحة البحرينية إن المصاب مواطن بحريني قادم أيضا من إيران، ولكن بالعودة إلى بؤرة تفشي المرض الأولى وهي الصين نجد أن أعداد الإصابات بهذا الفيروس بدأت تتراجع، وربما يعود إلى إجراءات السلامة التي تتخذها الصين، وهذا ما يعكسه الفيديو التالي لنشاهد. أرأيتم هذه الطريقة التي تتعامل بها الصين مع المشتبه بهم بالإصابة بفيروس كورونا؟
بطريقة مخزية مهينة. الوضع خطير جدا، ولكن بعد هذا الكم الكبير من السوداوية التي اجتاحت العالم بسبب فيروس كورونا لا داعي للقلق. فيديو يبدو أننا أمام بصيص أمل. هناك شركة أمريكية متخصصة بالهندسة الوراثية أعلنت أنها توصلت إلى علاج لهذا المرض القاتل، وأن الخطوة التالية قبل الحصول على موافقة بالتسويق له في الولايات المتحدة من الحكومة الأمريكية ستكون اختباره على الحيوانات. وفي حال تمت الموافقة على اللقاح من جانب الحكومة الأمريكية فإن الشركة ستوزعه بالمجان في بلدان أخرى بخلاف الولايات المتحدة. هل اقتربت بذلك نهاية كورونا أم أننا أمام مسكنات؟ شاركونا.